مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلوى الاوريو، جدا سهلة وسريعة. عنا هوني 16 بسكوتي نعمتهم بهيدا الشكل، وهوني عندي 11 بسكوتي بهيدا الشكل بعدهم، 150 ميلي حليب، وحوالي علبة قشطة. انا راح استعمل قشطة انا عمليتها، وفينا نستبدلها بقشطة جاهزة. ملعتين طعام زبدة وظرف كريمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدوب الزبدة بالميكروويف. بعد ما دوبت الزبدة بالميكروويف وصارت بهيدا الشكل، هلأ بحطها فوق البسكوت الناعم. بحرك البسكوت مع بعض ليتشرب الزبدة. بس تشرب البسكوت الزبدة بحطهم بأرض الصينية. بسم الله. كتير هالحلو طيبة وسهلة وسريعة، ما بتاخد وقت. بعملها بهيدي الملعقة أفضل، شفتوا كيف؟ هلأ خلصنا البسكوت، بحطن على جنب وبدي بلش بطريقة الكريمة. نفس الجاط فيني استعمل، بحط الحليب، كريمة، بخفق الكريمة. قبل ما تشد الكريمة بوقف الخفق. هلأ بحط القشطة، هلأ برجع بكف الخفق عسرعة خفيفة. بس شدوا بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ بوقف الخفق. بشيل بسكوت للزينة قدي بدي باخد للزينة، باقي رح كسرهم بقلب الكريمة بهيدا الشكل. بخلطهم مع بعض بهيدي الطريقة وبحطهم بالصينية. بسم الله. بعملهم نفس المستوى على البسكوت. هلأ بحطها بالبراد أقل شي حوالي ساعتين لتبرد الكريمة. بعد ما جمدت الكريمة شوي، هلأ بدي زين أنا وياكم. تزيين أكيد حسب الرغبة. حطيت البسكوت بهيدا الشكل وعندي شوكولاتة دايبة، هلأ كمان رح زين فيها بهيدا الشكل. بسم الله. هيدي النتيجة، شفتوا كيف؟ عندي 3 علب بسكوت لوتوس للزينة، 10 علب نعمتهم بهيدا الشكل، كراميل، 140 ميلي حليب، ملعتين طعام زبدة، كريمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. دوب الزبدة أول شي. هلأ بدي اخفق أنا وياكم الكريمة. دابت الزبدة بحطها على جنب، بخفق الكريمة. خفقنا الكريمة، بحطها على جنب، بحط الزبدة فوق البسكوت. بحركهم مع بعض. أكيد نستعمل الزبدة الطرية. هلأ بمدهم بالصينية. بحط الكريمة على الوجه. بزين بالبسكوت. بحط الكراميل بقلب هيدي الورقة. بسم الله. هلأ بحطها بالبراد أقل شي ساعة. هيدي حلى اللوتس بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعة. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. حلى
الأوريو، طريقة جدا سهلة وسريعة وكتير كتير طيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا بسكويت الأوريو، بدنا نحط بالصينية بسكويت. نحط كمان بالفراغات حطينا البسكويت بالصينية، هلا بحطهم على جنب. بنحط حليب كوب، اثنين، ثلاثة. أربعة، حطينا أربع أكواب حليب. كمان بحط 3 معالق مليانين نشا، ملعقة، 2، 3 ملعقة طعم كاكاو. حطينا 2 معالق طعم كاكاو. كمان حوالي 1 ملعقة صغيرة فانيلا. بحركهم شوي. بسم الله. هلا بحركهم على الغاز، بحرك تحريك مستمر عشان ما يلزق عنا الخليط. طريقة كتير سهلة وسريعة وبتاخد تقريبا 5 دقايق بالتحضير. قبل ما يشتد الخليط هلا بحط سكر. وكمان فينا نحط السكر بالبداية، ما في أي مشكلة. اثنين، ثلاثة. حطيت 3 معالق طعام سكر عشان الأوريو كتير حلو. كمان رح حط 2 إصبع شوكولا، بيعطي الشوكولا نكهة كتير رائعة. حطينا حوالي 20 جرام شوكولا، خلطهم لتذوب الشوكولا منيح. يلي ما متوفر عنده الشوكولا ما في اي مشكلة، بس دابت الشوكولا بقلب الخليط وصار الخليط بهيدي السماكة. هلأ منطفي الغاز. هلأ بحطهم فوق الأوريو. شفتوا اسهل من هيك؟ حلو ما فيه. مكونات موجودة بكل بيت، يعني أنا قد ما فيني عم بعملكم طرق كتير كتير سهلة. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. بقي عندي هدولي من بسكوت الأوريو. شو بدنا نعمل أنا وياكم؟ بدي شيل الكريمة من قلبهم والبسكوتات ناعمهم، وبس تبرد عنا الحلو منزين فيهم على الوجه. أوكي؟ لنشيل الكريمة. وهيدي الكريمة إذا بدكم كمان فيكم تدخلوها على هيدا الخليط الشوكولا. الباقيين نرجع منكفي مع بعض.
على فكرة هولي ممكن تحطوهن بالحليب تستعملوهن أو مع كوكتيل للولاد. هلأ بدي نعم هيدولي. الشكل هلا بحطهم على جنب لتصير الحلو اللي عملناها جاهزه للتزيين. هيدي الحلو بعد ما بردت منيح بالبراد، هلا بدي رش عليهم هول البسكوتات اللي عملتهم انا وياكم. بنرشهم على الوجه. هيدي حلا الاوريو اللي عملتها انا وياكم. حلو تتحضر بخمس دقايق، حلو كتير كتير سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة بكل بيت وروعة. حلو الشوكولا لعشاق الشوكولا، رح تعجبكن كتير كتير هيدي الحلو، قد ما لذيذة ورائعة عن جد، روعة على الحل. شوكولا دايبي شايفين منا شكل روعة بهيدا الشكل، شوكولاتة دايبي سايحة سايحان بحشوة رائعة كتير كتير. هيدا الحلو فخامة، مكونات بكل بيت متوفرة. شايفين الشوكولاتة شو حلوة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا بسكويت الشاي، ممكن تستعملوا اي بسكويت متوفر عندكم ما في اي مشكلة. كوب ونص حليب، ملعقتين طعام كاكاو، 3 معالق طعام سكر، ملعقة ونص طعام زبدة، ملعقة صغيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان، وملعقة ونص طحين. بحط النسكافيه، سكر، الطحين والكاكاو بدي نخلهم عشان ما يكبتلو عنا. بحركن شوي على البارد. هلا بحرككم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس غلو بهذا الشكل هلا بحط فوقن الزبدة. بحرككم لتذوب الزبدة. خففنا الغاز على الأخير. بس دابت الزبدة هلأ بحطهم على جنب ليبردوا. بحط الخليط بالجات وبتركه ليبرد. هيدا الحلو بعد ما بردت عنا هلأ بخلطها شوي. بحطها على جنب. بغطي البسكوت بالحليب وبصفهم بالصينية. بحط طبقة من الشوكولا اللي عملتها أنا وياكم. نفس الشي بغطي البسكوت وبحط على الشوكولا. بنحط شوكولا
بسكوت. تكرر الطريقة اللي عم بعملها عدة مرات ليخلص عنا الشوكولا اللي عملناه. تزيين على طول بقلكن حسب الرغبة. انا عندي كب كيك قطعة صغيرة عم بفرطها لرش على الوج وحط شوكولا. انتو حسب ما بترغبوا ممكن ترشوا بسكوت على الوج، ما في اي مشكلة، حسب الرغبة بترشوا بتزينه. برش الكيك الكب كيك، ممكن اذا حبيتوا بتحطوا كاكاو كمان. ببر الشوكولا يعطي شكل كتير حلو ورائع الشوكولا. هيدا الحلو اللي عملتها انا وياكم بخلال 5 دقايق، حلو كتير سهل وبسيطة وبمكونات موجودة بكل بيت وكتير فخامة. هول الحلويات السريعة اللي عملتهم أنا وياكم، 4 أنواع من الحلويات للعيد، عملتهم سابقاً بس حبيت أذكركم فيهم. إن شاء الله كل عيد وإنتوا وعيالكم سالمين. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.